محمود الخطيب رئيس النادي كان حريص انه يحضر تمرين الفريق النهارده عشان يقابل فايلر، وفعلا اجتمع معاه هو في وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ وشرح ليه سبب تاجيل القمه وقرار اتحاد الكره ان الاسباب الامنيه وراء صدور القرار، وطلب منه ما يقلقش خاصه يعني الدنيا ماشيه في النادي الاهلي كويسه جدا ويكمل استعداداته بالفريق للفتره اللي جايه، وكان حريص انه يهديه لان كان زي ما قلت لكم غاضب جدا بسبب تاجيل المباراه. طيب انا عايز اقول لكم ان فايلر عمل حاجه في المباراه الاخيره لمباراه الاعلاميين، ما كانش بيكاتشن على الفريق من على الخط، طلع فوق المدرجات المباراه كلها كان بيكاتشن من فوق، عشان كده ما خلاش، لو تفتكروا الخبر اللي انا قلته لكم ان هو ما خلاش الاعلام يبقى موجود والمران سري والكلام من ده، عشان هو كان في المدرجات بيكاتشن على المباراه عايز يشوف تحركات اللعيبه، هي دي التفاصيل اللي انا قلت لكم عليها قبل كده الراجل ده ماشي بيها. فبالتوفيق طبعا لفايلر المدير الفني وللنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. في اقتراح بتدرسه حاليا؟